ما الذي يحدث إذا قمت بشحن هاتفك طوال الليل؟ في عالم بطاريات الليثيوم أيون تحتل الهواتف الذكية مركز الصدارة، ومع ذلك فقد أثارت هذه التكنولوجيا أيضا جدلا مستمرا حول ما إذا كان الشحن طوال الليل يؤدي إلى إتلاف البطارية. هنالك عوامل عدة تحدد عمر بطارية الهاتف، بما في ذلك عمر التصنيع والعمر الكيميائي الذي يشير إلى التدهور التدريجي للبطارية بسبب متغيرات مثل التقلبات في درجات الحرارة وأنماط الشحن والتفريغ والاستخدام العام. ولكن مع مرور الوقت يؤدي التقادم الكيميائي لبطاريات الليثيوم أيون إلى تقليل سعة الشحن وعمر البطارية والأداء. وفقا لشركة أبل، تم تصميم بطارية آيفون العادية للاحتفاظ بما يصل إلى 80% من سعتها الأصلية عند 500 دورة شحن كاملة عند التشغيل في الظروف العادية. ووجدت الأبحاث أن بطارية الهاتف الذكي، وهذه الدراسة قديمة تقريبا من عام 2019، يمكن أن تخضع في المتوسط ل 850 دورة شحن تفريغ كاملة قبل أن تنخفض إلى أقل من 80% من سعتها. وهذا يعني أن 80% فقط من سعة البطارية الأولية تبقى بعد نحو عامين إلى 3 أعوام من الاستخدام. وعند هذه النقطة تبدأ البطارية في النفاذ بشكل أسرع بشكل ملحوظ. ولكن السؤال البديهي الذي دائما يتردد على أسماعنا، هل يجب عليك شحن الهاتف طوال الليل؟ تستغرق معظم الهواتف الذكية من الجيل الجديد ما بين 30 دقيقة وساعتين لشحنها بالكامل، وتختلف أوقات الشحن حسب سعة بطارية جهازك، حيث تتطلب الساعات الأكبر وقتا أطول بالإضافة إلى مقدار الطاقة التي يوفرها الشاحن. ووفقا للخبراء فإن شحن الهاتف طوال الليل ليس أمرا غير ضروري فحسب، بل إنه يؤدي أيضا إلى تسريع شيخوخة البطارية. ينبغي تجنب دورات الشحن الكاملة من 0 إلى 100 لزيادة عمر البطارية إلى حد أقصى. وقد يؤثر شحن البطارية بنسبة تصل إلى 100% بشكل متكرر سلبا على العمر الإجمالي للبطارية بحسب شركة سامسونج. وبالمثل فإن إبقاء أجهزة الآيفون مشحونة بالكامل لفترات طويلة قد يضر بصحة البطارية. وبدلا من شحن البطارية بالكامل، يوصى بشحن البطارية بنسبة تصل إلى 80% وعدم السماح لها بالانخفاض إلى أقل من 20%. لكن هنالك سؤال أحيانا يدور في خواطرنا، هل يمكن شحن هاتفك بشكل زائد؟ من الناحية النظرية يمكن شحن بطارية الليثيوم أيون بشكل زائد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مخاطر تتعلق بالسلامة مثل ارتفاع درجة حرارة البطارية واشتعال النيران. والخبر الصار والرائع هو أن معظم الهواتف فالحديثة تحتوي على حماية مدمجة تعمل تلقائيا على إيقاف شحن البطارية لأكثر من 100%، وهذا الأمر يمنع أي ضرر ناتج عن الشحن الزائد. ومع ذلك خذ في بالك عزيزي المستمع وعزيزتي، في كل مرة ينخفض فيها مستوى البطارية إلى نسبة 99 بسبب تشغيل التطبيقات في الخلفية، سيتم الشحن المتقطع، سيبدأ الشحن مرة أخرى للحفاظ على حالة الشحن بشكل كامل. ويمكن أن يؤدي الشحن المتقطع إلى تآكل البطارية بمرور الوقت، ولهذا السبب تمتلك العديد من الشركات المصنعة ميزات لتنظيمها. وأيضا هنالك سؤال يدور في خواطرنا جميعا، هل يمكن أن ينفجر هاتفك من الشحن؟ بالحقيقة من غير المرجح أن ينفجر هاتفك الذكي نتيجة الشحن، خاصة وأن معظم الهواتف تتمتع الآن بحماية تلقائية ضد الشحن الزائد. ومع ذلك فقد شهدنا على مر السنين العديد من التقارير عن انفجار الهواتف بشكل غير متوقع، ويحدث هذا عادة نتيجة عيوب التصنيع أو الأجهزة ذات الجودة الرديئة أو الأضرار المادية. وترتفع درجة حرارة بطاريات هواتف الليثيوم أيون عندما يتعذر تبديد الحرارة المتولدة أثناء الشحن، وقد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو في الحالات القصوى قد يؤدي إلى نشوب حريق. كما تعمل هذه البطاريات بفعالية ضمن نطاق درجة حرارة تتراوح من 0 مئوية إلى 40 درجة مئوية، وقد تتوسع عند ارتفاع درجات الحرارة المحيطية، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار. ويمكن أن يؤدي استخدام شاحن أو كابل غير صحيح أو معيب أو رديء الجودة أيضا إلى ارتفاع درجة الحرارة ومخاطر الحريق وتلف الهاتف بنفسه.